إن القيام بأي عملية عسكرية على الأرض السورية خارج إطار موافقة الحكومة السورية يعتبر عدواناً سافراً على الشعب السوري، ومن حق الحكومة السورية اتخاذ كل أشكال التدابير للتصدي لهذا العدوان. Я считаю, что оккупация сирийских территорий إن احتلال أراضي سورية غير مقبول إطلاقاً، وينبغي ألا يطرح موضوع إنشاء منطقة آمنة على الأراضي السورية المحاذية لتركيا، وإنما يجب بحث موضوع العدوان التركي على الأراضي السورية، كما يجب إعادة هذه الأراضي إلى سيطرة الحكومة السورية، ويجب أيضا وقف هذا العدوان التركي ولجم سلوك جنوده المنفلتين من كل القواعد الأخلاقية والقانونية والإنسانية، وتحرير الأرض السورية منهم لتعود إلى سوريا كما كانت دائما. أردوغان وخاصة بعد الهزيمة في انتخابات اسطنبول بدأ أن يبذل الجهود يعني لتعزيز الانسجام التركي حوله، و يعني رسميته كزعيم وطني تركي. الأمريكان لا يعرضون الأتراك فيما يعملون، لأنه في الأخير لمصالح استراتيجية في الأمريكية زيادة الفوضى في منطقة الشرق الأوسط عموما ممكن أن تكون مفيدة.